لا يوجد في الإعلام الرسمي عندنا اليوم فرق بين حلال وحرام، بين صدق وكذب، بل كأن الحرام والكذب أولى من مقابلهما لو تساوى هذا وذاك قيمة عملية في مطلوبهم وأثرا. هناك عدم حياء ومجاهرة بالكذب المكشوف، وقلب للحقائق رأسا على عقب. ندعو إلى احترام الدم المسلم ودم كل مواطن، واحترام ما هو بقيمة الفلس الواحد من ثروة الوطن العامة والخاصة، فما تمضي ساعات على هذه الدعوة الصريحة حتى نكون في الإعلام الرسمي محرضين على سفك الدم من غير حق. وندعو إلى السلمية ونشدد عليها، فتنقلب هذه الدعوة في لسان هذا الإعلام إلى دعوة للعنف والإرهاب. وهذا هو مسلك الإعلام الدائم في التعامل مع الكلمة المخلصة في هذا البلد، وقد صار أخيراً يستغل كلمة قيلت هنا في الدفاع عن العرض ورد العدوان المشهود المستهدف للنيل منه، وهو استغلال رخيص دنيء مفلس ممن لا يجد حجة لتقوله. والكلمة التي قالها هذا المنبر تنطلق من فهم ديني صاف مشترك بين المسلمين، ومعه الدستور الذي ترضاه الدولة السلطة، ومعه العقل وكل الأعراف والمواصفات الدولية والضمير الإنساني، فلا مؤاخذة أساسا على تلك الكلمة بأدنى مؤاخذة. وليسمح لي من أوصاني بالتقوى أن أسأله: أمن التقوى أن يسجن المئات والألوف لأنهم أبدوا رأيهم السياسي وطالبوا بالحقوق المسلوبة؟ أمن التقوى أن يقتل من يقتل في السجون ويضيع دمهم ويذهب هدرا؟ أمن التقوى أن تجرى محاكمات للمئات ويحكم على من يحكم عليه بالعقوبات المشددة، والأساس اعترافات تؤخذ تحت التعذيب؟ أمن التقوى أن ترعى السلطة إرهابا منظما موجها لأموال الشعب ودمائه، تمارسه ميليشيات في وضح النهار أو تتغافل عنه على الأقل وهي تعلم كيف يتحرك وبأي أدوات يتحرك ومن يصدر له الأوامر ومن يقوم بتنفيذه؟ حياة الأستاذ حسن شيمع والحقوقي عبد الهادي خواجة في مسؤولية الحكومة، والتفريط فيها إثم ديني كبير واستخفاف بأمن البلد ودفع للأمور إلى مزيد من التأزيم. رأيي الصريح أن الحراك الشعبية ينال لسلميته التقدير الكبير، ويحرج عنف السلطة وتواطؤ الخارج، والسلمية هي الأسلوب الأولى. وعلى هذا الحراك أن يستمر في سلميته ويكون على بعد 180 درجة من العنف. ما حدث في دوار ألبا وفي محلات جواد التجارية لا انفصال له على الإطلاق عن سياسة الدولة، وهي المسؤول عنه، والصور المنتشرة للحادثتين لا تدع مجالا للشك في ذلك. على الشعب الكريم شيعة وسنة أن يكونوا على وعي من دينهم وتقوى من الله، وإدراك لإخوتهم الإسلامية،
وتقدير كاف لمصلحة الوطن وحرمة الدم المسلم، فلا يستجيب لأي محاولة تستهدف إشعال حريق طائفي مدمر. معكم معكم يا علماء، معكم معكم يا علماء، معكم معكم يا علماء، معكم معكم يا علماء. كلما طال أمد الأزمة السياسية زادت خسائر هذا الوطن، وأحدق به خطر أكبر، واستعصت الأمور على الحل، والمسؤول عن ذلك هي الدولة.